طب يا فندم، برضو بعد استئذان الأصوات المحيطة بنا في الاستوديو حيث تعمل أنا الآن. آسف جدا لأن احنا قاعدين في استوديو وفي خط وديكور وكلام وبتاع، لأن دي الفترة بتاع ولا وإنها راح، أنا بيجهزوا الشغل اللي جاي بعد الراحة. وإحنا برضو يعني اقتنصنا وقت راحتك يا فندم. على كل حال أنت إنسان وفنان معطاء من يومك. لا تعطى. وعايز أقول لسيادتك إنه أنت كنمط فني وكإنسان معطاء إدى للشاشة الكبيرة كل هذا القدر من الأدوار وهذا العمق في الأداء، الأداء الفني، أنت ملكش قطع غيار يا فندم، ومفيش نمط تاني. وإحنا وبقول لك الكلام ده بلسان المستمعين مفتقدينك، وتسمح لي بالعودة لرأي كان ألهولي واحد من جيل الوسط رحل عن عالم السينما اليوم، هو الفنان الراحل رشدي أباظة، اللي قال لي عنك إنك أنا أقول سيادتك حاجة يا مدام أمال، تعتقد إن إحنا هنا في مصر في ممثل أكبر كممثل يعني كفعلا فنان أكبر من الأستاذ محمود المليجي؟ ده بيقول عليه أنتوني كوين. في نظري مفيش. لا هو مش أنتوني كوين، لأن عمر محمود المليجي كان فيه عنف. أنتوني كوين اعتماده دايما على العنف حتى في الكلمة. طب هو مين؟ محمود المليجي؟ هو محمود المليجي مش هيبقى فيه زيه أبدا. طب إيه السبب؟ فمحمود المليجي حطوه في إطار. حطوه في برواز. اللي هو القتال الشرير بتاع حاجه زي كده، مع انه محمود المليجي لما عمل ادوار كان بيخليني انا وانا عارف ان ده تمثيل لانه زميلي اقعد اعيط. تعيط؟ اه طبعا اعيط يعني، وانا عارف ان تمثيل وانا عارف ازاي بيعملها. انما من كتر يعني ما هو سر. اه طبعا من كتر ما هو يعني عملاق. يعني بيتغلب على اي حاجه في الدنيا. طب العملاق ده ما خدش بطولات مطلقه ليه؟ تملي هو بيطلع في الخلفية أو في الأدوار التانية، عشان دور الشرير من الصعب أن تفضل تعمليه بطل. بطل هو اللي بيخلص على الشرير في آخر فيلم. هو ده البطل. هو ده الهيرو اللي بيقول عليه البطل. طيب لو نقلنا محمود المليجي إلى السينما العالمية بقامته الفنية دي وتقديرك الكبير ده، وأنت زميل لي يعني من يعني بعد جيله بكتير، لكن يعني حسيته كفنان لدرجة إن وصل لك الإحساس وبتبكي وانت عارف انه ده تمثيل. لو حطيناه في العالم يدوله بطولات مطلقة؟ يعمل الأدوار، مع انه ده دور اللي انا اتمنى في يوم من الايام اللي انا اوصله او اوصل في نفس المستوى محمود المليجي، يبقى جان جمال. جان جمال، وده اللي انا اتمنى ان اوصله في يوم من الايام المستوى ده. محمود المليجي مفيش داعي انه يتمنى، لانه ممكن يعملها من اول مشهد في اي فيلم اجنبي يبقى جان جمال على طول. ده تواضع يا استاذ رشدي من حضرتك، يعني انك مش قادر تقارن نفسك بمحمود المليجي. لا مش تواضع، انا عارف محمود المليجي هو ايه. هو استاذ كبير جدا يعني، انا ببقى فخور وانا بسلم عليه، مع انه حبيبي يعني زي اخوي يعني، لما بحط ايدي في ايده بحس ان انا يعني خدت شيك بمليون جنيه. يا سلام. رشدي يعني انت بعيد عني الوقت، انا ما اعتقد انك سمعني، انا مفتقدك وحشتني قوي. انا اسف يا فندم اللي دقيت على باب احزانك عشان نخرج من جب الاحزان اللي دخلنا اليه مفاجاه، وبرضه بتاسف لك مره تانية. تسمح لي اقول لك اين موقع الشاشه الصغيره من قلبك وموقع الشاشة الكبيرة بالتحديد، وأنت أنتوني كوين الشرق العربي على الشاشة الكبيرة؟ لا هي الشاشة الكبيرة ما ليش دعوة بيها الوقت. ليه يا فندم؟ متخاصم معاها؟ لا يعني زي ما تقولي، يا هي مش مقاسي يا أنا مش مقاسها. إزاي يا فندم؟ ده أنت تحتل مساحة كبيرة من قلوب كل معجبيك عبر المسطح الجغرافي للعالم العربي، وأيضا أنت في حدقات عيون كل مشاهد سواء في الشاشة الكبيرة أو الصغيرة، لكن هسألك إزاي هي مش على مقاسك وأنت بالفعل دي مش مجاملة، أنت أنتوني كوين العالم العربي. استغفر الله، هي إزاي مفيش فيها دلوقتي ما يستطعم للعمل فيها؟ بمعنى يعني بمعنى ان ما بقتش سينما بتاعه السينما، انما بقت سينما بتاعه يعني حاجه كده. ده رايي في سينما اليوم بلسان العملاق الكبير محمود المليجي.
ليه يا فندم؟ السؤال ليه؟ ليه ما اعرفش. ليه؟ لان احنا ماسكين مواضيع معينه بنشتغل فيها. ليه؟ لان في مجموعه من الناس احتكرت الاعمال، فتلاقي كل الاعمال زي بعضيها يعني. وبعدين ما بنقولش ان احنا صغيرين، لا احنا كبرنا، انما في لنا في الحياه جانب، وجانب مهم جدا. اذا كان الواحد من غير اهله يبقى وحيد، لا يبقى لقيط. فدلوقتي السينما ما بتحاولش تجيب مواضيع تشد من ناحيه مجموعه الناس اللي فيها الاب والام والعم والخال والبنت والابن. هما بيقتصروا على موضوع معين، وانا اسف اقول ان المواضيع ديت بتضايقنا في الخارج. يعني ليها رد فعل من المشاهد في الخارج، لان كل المواضيع اللي ماشيين عليها دلوقتي ان ولد متخرج من الجامعه بياخد 25 جنيه مائيه او 30 جنيه مائيه، متضرر من حياته ويعيش ازاي ويلاقي بيت ازاي. زملائنا، انا كنت في عمان الشهر اللي فات، زملائنا هناك بيشتكوا من المواضيع دي، لان الاخ بيسافر من هنا على عمان بياخد مرتب بتاع 400 جنيه تقريبا، يعني ده غير السكن بتاعه وغير معيشته وغير الدروس اللي بيدوها بره، يعني بيكسب كويس. معلش يا فندم، لكن الغربة ليها تمن، والوجود الإنسان في أرضه ليه تمن. إنما الغربة دي بتيجي إزاي؟ يعني هو مش مسافر عشان بس يكسب. إحنا قلنا إن مصر مصدر إشعاع. فكل إخواننا اللي بيسافروا سواء كانوا مدرسين أو دكاترة أو أي مهنة من المهن، هم بينشروا الحضارة في البلاد دي. ليهم دور يعني، برضو لخدمة مصر في النهاية. لخدمة مصر بالظبط. فلو فرض وقالوا ان احنا مرتباتنا مثلا عايزين نعدلها، بيكون الرد دغري، ادي الافلام بتاعتكم. الخريج عندكم بياخد 25 جنيه، انت بتاخد كام هنا؟ تبقى عايز زياده ليه؟ اذا المواضيع دي بتضر وما بتفيدش. طب لو استاذنتك مش للامتحان ولكن لتاكيد مدرسه حضرتك وفلسفه حضرتك، وقلنا بارتيه دلوقتي، تختار لي اي مشهد من المشاهد العظيمه اللي احنا فاكرينها وشايفينها لك ونقولها دلوقتي في صفحة أوتوغراف. يعني هو اللي يخطر في بالي دلوقتي، هو لأنه مش هيطلع الكلام بالظبط زي ما اتقال، إنما هو المشهد في فيلم الأرض. هو ابتدى يعيش محمد أبو سويلم، وابتدى يحس ان الناس اللي حواليه مزيفين، وضربوا الولد بتاعه. ففي فترة يعني القمة بتاعة الثورة بتاعة الناس دول، هو بيكلمه، ففي قدامه العمدة، وفي قدامه شيخ البلد، وفي قدامه الراجل التاجر، فعمال بيكلم دول، وكل دول عمالين بيقولوا ان احنا وطنيين. فبقول لهم لا، ما انتوش وطنيين، احنا اللي كنا رجاله. كنا رجاله لما وقفنا سنه 19 وحاربنا، كنا رجاله لما رحنا في فلسطين وحاربنا، كنا رجاله لما حاربنا في بيروت وكنا بنموت، ما حدش منا قال اي لاننا كنا رجاله. انما انت يا شيخ طاهر، انت مش رحت وقابلت الراجل علشان خاطر يسيب لك الارض بتاعتك في مقابل ان انت تتنازل عن انهم ياخدوا اي ارض تانيه ويعملوها؟ وانت ده كان الخميسي كان راجل تاجر، انما كان تاجر ما يهموش يكسب منين، انما يهمه انه ياخد فلوس. فبقول له انت مش كنت بتبيع لقمه العيش وكنت بتبيع البصل للفلاحين الغلابه علشان تاخد من دمهم وتغتني وتعيش؟ يعني معرفش، هنا ما اقدرش امثل لان مانيش محمد ابو سويلم. طب حياتك بتستريح اكتر على خشبة المسرح ولا قدام كاميرا السينما؟ يعني شوف، اما يكون عندك تلات اولاد مش ممكن تحب واحد منهم اكتر من التاني. وحياتك عندك اربعه، لان نضيف اليهم بقى الاذاعه والتلفزيون والمسرح والسينما. بس زي ما تقولي، يبقى البكري ودايما بيكون مفضل المسرح، وده لسبب واحد، انك بتكون متعايش.
حاسس بالناس. وبعدين لو عندك يعني الخبرة في المسرح والتجربة وامتداد الوقت اللي بتشتغل فيه، من الدخلة الأولية بتاعتك على الناس بتحس إيه الميول بتاعته، وبعدين بتاخد عقابك وثوابك فوري. يعني إذا كنت مش حافظ مثلا، أو إذا كنت ما انتش في الشخصية كما يجب، بتحس من الناس، يعني من صوت الكراسي، من أزأزة اللب. ولو إن أزأزة اللب دي منتشرة في كل التياترات زي بتكون لازمة، يعني من اللوازم مدام رايح يتفرج على مسرح لازم قبل ما يخش يشتري معايا لب يا فول سوداني. يعني احنا عارفين الليفل بتاع الأزأزة العادية بتبقى ايه، لو عالي شوية يبقى هنا بقى الممثل مش مجيب. مش كويس. بعد المسرح بيجي التلفزيون، لانه في الروح بتاعت المسرح تقريبا، اللي هو التتابع بتاع الاحداث، بيبقى الواحد عايش في الشخصيه باستمرار. السينما دي بقى هي المتعبه شويه، لانك بتبتدي من الاخر وبتنتهي في الاول ويجي النص، يعني على حسب السيناريو اللي معموله، على حسب الديكورات، لها في ديكور في الاخر ده اللي اتبنى في الاول، فانت بتعمل اخر الفيلم اول الفيلم، وبعدين اول الفيلم نص الفيلم. فدي عايز الواحد يكون منتبه جدا عشان خاطر يبقى ماشي مع الخط بتاعه في الدور طوالي سليم. ادوارك المحببه الى نفسك هي ادوار الشهر اللي اشتهرت بيها، ولا ادوارك في الفتره الاخيره لما انتقلت من هذا اللون الى المتعدد الالوان والمتعدد الخطوات وانواع التمثيل؟ لا يعني شوف، من الناحيه دي انا نفسي كويسه، يعني زي الايه الراجل الاكول اللي ما اقولكش ده احبه وده ما احبوش. انا احب كل حاجه، واحب كل حاجه صح. يعني في مثلا ادوار شر انا ما احبهاش، في ادوار خير انا ما احبهاش، ليه؟ بيبقى فيها افتعال، ما بيبقاش فيها اصاله، ما فيهاش عمق، يعني هو مجرد كلام وبتاع. يعني اول امبارح كلمني منتج بيقول لي احنا عندنا دور محامي، تعالى علشان تعمله. انا لا اعرف المحامي ايه ولا اعرف الدور ايه، يعني قد يجوز الدور كويس وقد يجوز له ابعاد مثلا في الرؤية، انما طريقه العرض تخلي الواحد. فقلت له يا ابني اما لو رحت لقبل المحامين تاخد محامي من هناك ممكن يؤدي الدور احسن مني، لانه هيبقى متفاهم يعني ايه محامي ويعني ايه بتاع. انما انا نرجع لموضوعنا، يعني انا ما بفضلش حاجه عن حاجه. في مثلا دور شر كان، ودي فرصه كان يتمناها كل ممثل انها تجيله، انا رفضتها. ده اللي هو ايه فن؟ ده كان في بيعمله وادي الملوك هنا، كان المخرج اسمه ويليام ديترلي، وروبرت تيلور كان هيشتغل في الفيلم، فاختاروني علشان اشتغل دور. فرحت على كل الروايه، لقيت ان انا مصري بهرب الاثار بتاعتي، وبعدين بيجي الاجنبي اللي هو روبرت تيلور وبيحمي مني اثار بلدي، يعني بقى هو المخلص للبلد وانا بقيت الحرامي بتاع البلد. من الاول لقيت ان مش ممكن اعمل الدور، وقلت للمخرج، قلت له يعني انا افضل لو اتقلبوا الدورين، انما وجهه نظرك حتى لو لقيت ممثل قوي في مصر مش ممكن هيقبل يشتغل الدور ده، اذا انت قلبت الدورين معلش يجي الاجنبي اللي بره عشان يسرق الاثار، او انا مصري ادافع على اثار بلدي، انما تجيب اجنبي يدافع ضد مصري دي ما افتكرش ان في حد هيقبلها. وفعلا الراجل كان في منتهى ما يمكن من الاخلاق الطيبه، وقبل بوجهه نظري وجاب واحد يوناني عمل الدور. انا مش متصور ان ما فيش حد فينا كجمهور وبالذات الساده المشاهدين يمكن يوافقوني على هذا ما يحبش محمود المليجي، في حين ان محمود المليجي دايما شرير. ده بيتفق ولا بيختلف مع اللي حضرتك بتقوله؟ ده بيختلف تماما، لانه ده تمثيل واحنا عارفين هذا. لا بس شوف، يعني كل الشعوب العربيه شعوب عاطفيه، فهو بيتاخد
في اللحظة الأولانية، وبعدين بيفضل عالق بذهنه جزء من الموضوع وعالق بذهنه الشخصية اللي قدامه، فبيصادف يعني بيصادف كتير إن أتشتم، وبعدين اللي يشتمني بيعتذر بيقول أنا يعني أنا مش بشتمك أنت، أنا بشتم الدور بس غصب عني. يعني كنت مرة في سينما الكرسال كان فيه بنعرض سوق سلاح، فيلم من إنتاج يعني، وقاعدين جنبي ناس، دخلت أنا في الضلمة قاعد بشوف الفيلم، ف بيقول لي زميله بيقول له محمود مليجي هو عم راح شاتم، سكت. وبعدين مشيت الأحداث بتاع الفيلم، فطول ما ماشي الأحداث وكل ما بيلاقي حاجة بتضايقه عمال بيشتم لغاية ما انتهينا يعني. وبعدين قايم فجيب يعتذر لي بيقول أنا آسف يعني أنا مش بشتمك أنت، لا أنا بشتم البني آدم التاني ده، فأنا بعتقد إن ده نوع من النجاح. مفيش شك. ليه؟ لأن يبقى قدرنا نوصل الرسالة كما يجب. يعني هو أدوار الشر معمولة ليه؟ مش معمولة للفانتازيا. بتيجي أفلام من أمريكا زي ماداغاسكر في الزمان وزي اللي يعني ناس مجرمين بتوع الكابوني وناس مجرمين بيستعرضوا عضلاتهم، بيدخل الخمارة مثلا وراه سبعة تمانية وفي جيبه مسدسات، بتحصل خناقة بيطلع مسدساته ويضرب وبعدين بتنه طرق. دي بتاخد بريق بالنسبة للشباب، يبقى عايز يعمل كده، لأن كل شاب بيبقى عنده الطفرة بتاعت الاندفاع فعايز يعملها. احنا هنا يعني ولو ان العلاج بتاعنا كان بدائي شوية وكنا بنعالج في مواضيع محددة، انما كنا بنقول ان الشر اخرته وحشة. بكل اسف عالجنا موضوع واحد وفضلنا ماسكين فيه، لدرجة ان جيت في يوم من الايام قلت لهم لا ده بقى يعني تبقى بايخ كل المواضيع، واحد بيهرب حشيش وبعدين التاني بيبلغ عنه فبيتخانقوا مع بعضهم. طب يعني يبقى احنا كأننا بلد معمولة عشان تهرب الحشيش بس، وبعدين سيبنا الحشيش دخلنا في الكباريهات، ده كباريه ودي رقاصة، وبعدين دي بعتقد ان الرقابة لها يد في العملية دي، مش بتدي الفرصة للموضوع الكامل فيما يختص بالخير والشر علشان يتعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال الخير والشر، وقال الخير له ثوابه والشر له عقابه، يعني إذا ده موجود. وقال لك الإنسان، إنسان جواه خير وجواه شر، يعني في واحد بيسأل بيقول لك هل الإنسان مسير أو مخير؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى خلقك وادالك العقل وادالك الطريقين وقال لك ده خير وده شر، امشي في الطريق اللي يعجبك وعندك العقل، العقل الكامل. إذا عملت خير هتاخد ثوابه، عملت شر هتتعاقب. يبقى الشر موجود في كل حتة، مش بس موجود في الكباري، مش بس موجود عند تجار المخدرات، مش بس موجود عند بنات الليل، لا ده موجود في كل منطقة الخير وموجود في كل منطقة الشر. فلما تحب تعالج هتعالج الخير والشر في جميع المناطق، هتمسك المشاكل مشكلة مشكلة. يعني مثلا هل كلنا خير؟ هل كلنا شر؟ لو حاولنا نعالج ده يقولك لا ما تعالجيش ناحية التلفزيون أبدا. ليه؟ طب ما التلفزيون يعني هيخرج عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. فلو جيت عملت محامي مرتشي مثلا يقولك لا، لو ظابط يقولك لا، لو ما عرفش ايه يقولك لا. ليه عمل كده؟ مش مهم، ملناش دعوة. أستاذ محمود، نقدك الموضوعي البناء لمضمون روايتنا وللفيلم المصري يخليني استكمل الموضوع باني اسال حضرتك رايك النهارده بصراحه في الفن في بلدنا. يعني شوف، بنقول في مخرجين قدام اللي هم المخرجين اللي عاصروا فتره كبيره وبيشتغلوا، دول قدروا يتفهموا الاذواق وبيعملوا حاجات ولو انها متكرره أو على قد عقليتهم، إنما حاجات ما كانش بيقدر يخرج فيها قوي عن الواقع بتاع الحياة. هايل يا باش مهندس، هايل، اقفل على كده.
تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.